بيروت بيروت على الطلاق. انا ما فاهم حاجه. ايه ده؟ طب انت انا مش بكلمك ما بتردش عليا ليه؟ حصل حته دي انت ربايه يا ده شاري، ما خطفوني وودوني في مكان غريب كده، كانوا هيغتصبوني. اه بس انا قاومت. مالك يا شاري انت عامل كده ليه؟ طيب بص بقى، انت هتنسى حوار بنت الكلب ده خالص وهتطلعه من دماغك وهتبتدي حياتك من اول وجديد، وبكره تحصلني على بيروت. ماشي يا عم؟ يا شاري في ايه؟ اسمع كلام اخوك. مش انا اخوك ولا ايه؟ واكتر من اخويا كمان يا تامر. عشان كده الخيانه لما بتيجي من الاخ بتبقى مره قوي يا صاحبي. عمري ما كنت اتخيل ان يوم ما توجع هتوجع من اقرب الناس ليا. عشان كده الوجع تمنه هيبقى غالي هو يا صاحبي. ليه عملت فيها كده يا جماعة؟ ليه؟ ده أخوك. هو أنا مش كنت بقول لك إني خايف أكون لوحدي؟ شفت؟ بغباك خلتني لوحدي. انت جاي تلعب بينا يا جدع انت ولا ايه؟ لا يا زناتي، انا جاي اجيب لكم حل يرضينا كلنا بالقانون. القانون محتاج متهم علشان يحاكمه يا سليم بيه. موجود. وده هنجيبه منين ان شاء الله؟ موتنا ده يخص تامر، وتامر شويه هيطلع بره البلد لحد ما الحكم يسقط عليه. وانا اتفقت كده مع الحاج لطفي. يفضل ايه؟ يفضل كتير، موت زياد. يخص زناتي. نعم اخويا، انتوا جايبيني هنا عشان تتفقوا عليا ولا ايه؟ اهدى يا زناتي، ما تقول كلام يدخل عقل يا سليم بيه. يا راي يا متر، هو انا بقول حاجه غير الحقيقه؟ مش زنات اللي موت زياد ولا ايه؟ اه انا اللي موتته، والبهاشر وكاتب كل حاجه يعني ما يقدروش يبيعوني، واقولهم الحاج اللي جيت اتفق معاك ده. ومين قال اللي انا عايزهم يبيعوك يا زناتي؟ امال ايه يعني؟ عايزنا ندخل السجن يا جماعه عشان سعادتك تتبسط وترتاح؟ لا يا زناتي، احنا كلنا دلوقتي هنتفق على شهاده واحده نقولها قدام النيابه. اللي قتل زياد هو المرحوم رفاعي. ايه الجنان ده؟ ورفاعي هيقتل زياد ليه؟ استنى يا معالي النايب، كمل يا سليم بيه. أول متر فهمني اهو، لازمته يبقى حد يتأذي فينا بسبب زياد. مرفعة عشيلها وبرضه مش هيتأذي عشان خلاص مات. احنا زي ما جبتناش الفكرة العبقرية المجنونة دي عشان طول الوقت كنا بنفكر ان احنا نحارب بعض. مفيش مرة واحدة فكرنا نحط ايدينا في ايدين بعض ونشوف حل. ايه يا متر، انت هتصدق الهلوسة اللي بقولها دي ولا ايه؟ استنى يا زناتي. استنى ايه تاني؟ لما تسلموني. وانا اسلمك ليه يا زناتي؟ انا ما يهمنيش مين قتل زياد، انا اللي يهمني الناس ببراءتي. أنا عارف إن أنت قتلت زياد، زي ما أنا عارف إن أنت قتلت رفاعي وتيسى، بس كل ده ما يهمنيش. اللي يهمني دلوقتي الناس بتحقي. وأنا الكلام ده ما يدخلش ذمتي بمليه. أنا موتك دلوقتي والبهوات يشهدوا معايا إنك اتهجمت علينا، وأنا موتك دفاع عن النفس، وهي مش أول ولا آخر مرة يشهدوا زور يعني. أنتوا إيه؟ مش متفقين مع بعض؟ نعم، متفق مع مين وفي إيه بالظبط؟ اسمع يا زنادي، أنا عارف إنك متفق مع سليم تديله الفيديو ورفاعي يشيل قضية زياد. ما حصلش. مش قلت لكم الجدع ده بيلعب بينا؟ الحكاية سليم بيه. الحكاية خلصت خلاص يا لطفي. نزل سلاحك انت وهو. نزلوا سلاحكم. نزل سلاحك يا زناتي. مش شايف اللي حواليك؟ لا شايف، بس انت كمان لازم تشوف ان مش زنات اللي هروح اوانطة، ولو حد فيكوا قرب خطوه كمان هفرتك دماغ صاحبك اللي انت متفق معاه ده. انت فاهم؟ اللعبه خلصت خلاص يا زناتي، وانت كده كده رايح. نزل سلاحك عشان نعرف نتكلم. مش هروح لوحدي، ولو كنت فاكر انتوا هتلعبوها بشوات مع بعض وهيشيلها الامين الغلبان تبقى غلطان.
انا مش هروح لوحدي انت فاهم، ومش هغرق لوحدي. لو هنغرق هنغرق كلنا، يعني عليا وعلى اعدائي. زناتي الحكايه خلاص ما فيهاش امين وظابط، اللي غلط هيتحاسب. ما انتوا كمان بتغلطوا، ما حدش فيكم بيتحاسب. هو سليم ده احسن مني في ايه؟ اهدى يا زناتي اهدى عشان نعرف نتكلم. ما تقوليش اهدى، انا مش مجنون. اهدى يا زناتي خلينا نعرف نتكلم. اهدى. اكيد دلوقتي صدقتني يا صلاح بيه، ولو مت دلوقتي ولا قتلني يبقى ذنبي في رقبتك. اللي همك اتفضل يا باشا، حد الله بيني وبين الحرام. مش هوصي تسليم، انا عاوز اعترافات واضحه، مش عاوزين كل اللي عملناه ده يروح على الارض. متقلقش يا باشا هقررهم لك واحد واحد. انت ما تعرفش عماد بيتعبني قد ايه لحد موافق ان انا اقدم طلب للنيابه بتسجيل المقابله دي. حتى النائب العام ما وافقش غير لما وعدته ان الموضوع ده كله شايلون على مسؤوليتي بشكل شخصي. متقلقش، لو خرجت من جوه عايش مش صغر رقبتك. خد بالك من نفسك يا سليم. كله على الله. كان نفسي يطلع عايش عشان يدفع ثمن اللي عمله. اللي ما دفعوش في الدنيا يا سليم هيدفعه في الاخره. اظن انا كده عملت كل اللي عليا ووفيت بكل وعودي. ما عادش فاضل لي دلوقتي غير ان انا اقبض على ابن لطفة والمجد عشان احقق ندم، والشكل ده ابقى خلصت من قضيتي خالص. سليم شغل نفسك بحاجات مش هتفرق كتير، حتى لو انا اقتنعت انك بريء ما اعتقدش ان ده هيغير في موقفك القانوني في حاجه. افرض بس عندنا اجيب دليل براءتي. ازاي؟ انا عندي خطه ممكن نجيب اعترافات منهم وتسجيلات منهم ان هم اللي عملوا كل ده، بس عشان ده يحصل محتاجين اذن من النيابه، وانت الوحيد اللي تقدر تساعدني. انت كده عملت اللي عليك. ابن لطفي ده بتاعنا، انا اللي هجيبه. تجيب المايك؟ اتفضل يا باشا. بس سيبوني يا رب، سيبوني يا رب، ما عنديش غير قتلي. أنا مجرد مستشار قانوني، وبحكم إن أنا محامي ما أقدرش أطلع أسرار موكلي بره أبداً. طب والشهادة الزور؟ التستر على مجرم هربان من العدالة وإخفاء الأدلة؟ عملت كل ده
اللي ما عنديش غيره. بس ربنا خده مني. خده عشان يربيني. ما هو قولك في طهارة النائب تميم زهدي في الأمر؟ الحقيقة تميم كان معايا خطوة بخطوة. هو كان على دراية بكل حاجة. أنا من رأيي بقى تسيبك من كلام المحامين ده. مش هينفعك بحاجة. لا هقول لحضرتك على كل حاجة. اكتب يا ابني. يخلى سبيل كل من سليم عبد الحميد الأنصاري وإبراهيم سعيد السني من سرايا النيابة. مبروك يا إبراهيم. مبروك عليك الورقة يا سليم بيه. تلاش الموضوع حسن الضبع خلاص خلص. كلها كام يوم وهتلاقيه في الكلبش. كلبش؟ فاكر كلبش يا سليم بيه؟ أنت بتضحك؟ دي كانت أيام سودة يا جدع. الحمد لله يا بيه. كفاية بس إن أنا اتعرفت عليه. الحمد لله. خلي بالك من نفسك. ربنا يسعدك يا سليم بيه. ما تنساش تبقى تعزمني في الفرح بتاعك. فرح إيه ده؟ يبقى كله ظباط. مش هينفع أعزم مسجلين. برضه ربنا يا رب يبارك فيك يا بيه. تعالى بقى اطمنهم لحسن هيتجننوا عليك. الحمد لله. يلا يا قلبي يا قلبي يا قلبي. عبد الله على سلامتك كده. وحشتوني يا قلبي. نورت بيتك يا ست البنات. ده بيت صالح ابو فضل وهيفضل طول عمره بيت صالح ابو فضل. عم صالح يفضل طول عمره عايش طالما عنده بنت زيك. سابني لوحدي يا سليم. مفيش الكلام ده. محدش سابك لوحدك. احنا اخواتك ونفضل حواليك اي وقت هتحتاجينا هتلاقينا. عديت لدماغك ناشفه. قلت لك تعيشي معانا. ولو ما عجبكيش تعيش عند مامة سليم بيه تيجي تعيشي معايا انا مع سميحة ورؤية والبنت نورة وهيهيصوك هيصة يعني أحسن صداع في الدنيا يجيلي. ومين اللي هيفتح البيت؟ يا ست ما تقلقيش احنا إن شاء الله هيتفتح بنفسك واحنا هنجيلك وهننطلك هنا وهنجيب عيالنا وهنهيص ومش هنسيبك ولا أسبوع واحد. مش كده سليم بيه؟ صح. ما تشيليش هم. يلا شوف وشك بخير. خلي بالك من نفسك. وانت كمان. عمي يلا بقى. نسيت ان الدماغ مرتبط. مبروك يا سليم. بكره الصبح تقدر تستلم شغلك ان شاء الله. شكرا سعادتك. عايز تشكر صحيح؟ تشكر بقى صلاح بيه. هو اللي شال الليلة كلها على مسؤوليته الشخصية.
لو فضلت طول عمري احاول ارد لك الجميل اللي عملته معايا مش هقدر. بلاش الكلام الكبير ده يا سليم. احنا هنا عشان ننفذ شغلنا وبس. ويا ريت نعتبر اللي حصل ده فرصه نراجع نفسنا ونتعلم منها. عندك حق يا فدي. يلا. ربنا بقى معاكم في اللي جاي. مش عاوزين مشاكل تاني يا سليم. مش عاوز تجيني عنك اي مشكله. يا باشا وانا بتاع مشاكل. خلاص. خلاص اتعلمت. طب كويس. بس انا بقى مستغرب سعادتك لما قلت كلنا لازم نتعلم. اه طبعا كلنا لازم نتعلم. واولكم انا. انت عارف يا سليم انا ليه ساعدتك؟ ليه يا باشا؟ انا ابويا كان ضابط في الداخليه. في الفتره اللي انا اتخرجت فيها من الكليه كان هو بيخدم في الصعيد. في التسعينات هي موجة الارهاب والحاجات دي. وكان عنده ضابط تحته كان عنيف قوي. وابويا حاول كتير يرجعه عن عنفه. لكن هو كان مصر. لدرجه انه ربى عداوات كتيره قوي بين اهل الصعيد وبينه وبين الارهابيين. لحد ما قرروا يتخلصوا منه. غريبه دي. اهلي وارهابيين مع بعض. شفت الافتراء بقى؟ ويوم ما قرروا ينفذوا جريمتهم استنوه قدام المديريه. وخرج ابويا وخرج الضابط ده وراه. فتحوا النار ودارت معركه. ابويا اتصاب رصاصتين في ظهره العمود الفقري. اتشل وقعد على كرسي. لا بيتكلم ولا بيتحرك. طب الضابط التاني؟ اتصاب في رجليه. دخل المستشفى وتعالج وخرج. ورجع لشغله فضل يترقى ويترقى ويترقى. لحد ما بقى في المكتب اللي احنا لسه خارجين منه ده. عماد بيه؟ ابويا عايش بس قاعد على كرسي لا بيتحرك ولا بيتكلم. ربنا يديله الصحة. بس برضه معلش يعني انا مش فاهم اللي حصل ده ايه علاقته بيا. في الاول خالص انا كنت مصر اجيبك بايدي وبسناني واسلمك بنفسي. انك كنت بالنسبه لي نسخه مكرره من عماد. لما اكتشفت براءتك شفت انك نسخه مكرره من ابويا اللي دفع ثمن غلطه واحد تاني. الحمد لله. خد بالك من نفسك يا سليم. انا مش عارف ارد لك الجميل ده ازاي. لو عاوز ترد لي جميله بجد اوعدني انك لا تظلم ولا تساعد ظالم. ولا اعمل مشاكل ولا تعمل مشاكل. السلام عليكم. خلاص خلصت. راضي عني يا سيادة اللواء؟ هنفضل نغلط، لكن المهم اننا نتعلم من غلطنا. مش كل اللي بتشوفه عينينا لازم بالضروره يكون حقيقي. الشر له الف وش ووش، والخير كتير بيبقى متداري. ولحد يوم الدين هيفضل الصراع قائم ما بين الخير والشر. ودورنا اننا ندور ونفكر ونحس علشان نعرف نختار طريقنا ونمشي فيه لحد ما نوصل للحقيقه. الحكاية ما خلصتش على كده. الحكاية لسه فيها كتير.